خذ يمانة على الله قروش لما يا حمدان بتعيب وربح. ايش الله يا شيخ؟ هذين اقل عن حقي بوايد، ولا ما يكفني، وانا قلت لك ابرحل. يا مانع اصبر كم من يوم ويفرقها الله. لكن يا شيخ انت قلت لي بتريع الدين اللي عليك اليوم وكله، مع اني سويت معكم الوايب وانا ريال غريب وما قصرت فيكم بشيء، والحين بحقي كله، وانا ما عطيتنا حقي والحينه بطلع وسط القبيله وقدام ربعك وربع الشيخ حمد وبطالبك بحقي. طلعت ردي يا مانع؟ انا ما بردي يا شيخ، انا ريال ومطالب بحقه. وتبى تسود لي ابوي قدام الخلق؟ ما عاش من يجيب لك الشينه يا شيخ، بس بغيت اعلمك انا ود اصل، وانا ما بنذل. ايش تقصد؟ اقصد اني مسامحنك من الدين الباقي عليك، ويلا عذرتك. تفضلت علي وعلى قبيلتي يا مانع. ربيع امر يا عم الشيخ، ايش في خاطرك؟ بشوف حد عند العريش، يمكن بوش يوم مش الترعة ندخل عليهم داخل. زعل بس هم ثلاثة، خلهم علي يا سعد، أنا بذلهم. هن روحوا، يلا لحقناهم يا سعد، لحقناهم يلا قبل لا يبعدوا. أقول يا عبيد، قول. نحن لازم نهجم على تعيب وهو ما يشوفنا. اسمي إني حين بشوفه بهجم عليه وبكفته. لا 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 لا، ما بكي، أبعد الحذر وايب، نحن ما نعرف إيش عنده. زين، شور عليه. اسمع، اشوف الكوس كانت اليوم، الحمد لله انها هبت يوم وحده. بدر الغرب قريبين منه، اذا عيلنا يومين بنوصل. الله يقوينا ان شاء الله. يلا ونروح. تعالوا اسمع يا مانع، لو اعطيناك بوزنا كلهم زينك بيطيع عنا؟ بوشكم ما توفي يا شيخ. وهيش اللي يوفيك يا مانع؟ انا قلت لك يا شيخ انا عادر انك بالدين ومسامح. ابدا يا مانع، قول لي هيش اللي يوفيك. زين يا شيخ، إن كان ولا بد أنا طالب القرب. القرب من؟ إن زوجتني يطيح الدين بالمهر. تبى تطيح دين 250 قرش مهر بنت؟ نعم، لأن هالبنت تستاهل أكثر وأكثر، دامها غالية وبنت شيوخ، وانا اتشرف يوم اتزوج من عندك الشيخ ناصر. لكن هالبنت عهد يا مانع،
وانت تعرف بهالشيء اطلب غيرها، وانا بزوجك اياها الحين ان شاء الله. انا طالب القرب منك انت، وان زوجني بنتك انا بصونها، لاني ود اصل وفصل، وان ما بغيت تزوجني ترى هي بنتك وانت ابوها. يلا عذرتك. استريح يا مانع. احسنت، وانا من اليوم ورايح في مقام ولدك. اللي يسرك يسرني، واللي يضرك يضرني. امهلني يومين يا مانع، بتفكر فيهم وان شاء الله هروح اذا بلغك. تامر يا شيخ. يلا عذرتك. الله يحفظك. وقف يا تعال يا هو. اي لهناك لا حد يتحرك من مكاني لين اجيكم. وقفوا مكانكم. هذا شرد اعرفه، هذا تعب ما ينقص عليه. خلاص لحقنا خلاص. غافل؟ نعم يا سالم. همش يا ابويا، انا من الغبشه هني وما شفته. عيبه من الغبشه. خير شي هناك؟ لا لا مشي. السلام عليكم. ما عليكم السلام. هنا ابويا. ايش تبابه؟ ابى اترخص منه امشي المدينه. عيب للشيخ ناصر تبي بيعالقه. مشي ترخص من خالك صالح. اترخص من خالي صالح؟ اما هنا ابويا. ابوك مروح عنده شغل وما نعرف متى بيرجع، والحين خالك صالح مكانه، مش ترخص منه هو. كيف يكلف خالي صالح واني موجود واولى بالكلافه منه؟ سالم الخال والد. كلامك صادق لكن ما في كل شيء. سالم يا سالم. خالي صالح، خالي صالح. خالي صالح يروح. ابوي ماشي عنده شغل. اها لكن اشوفك داخل علي بلا سلام ولا احترام. لا يا خالي احترامك فوق الراس، لكن يوم يغيب الكبير يقوم ينوب عنه ولده. اولد انت تهدي الكلام اني خليك تبيع نفسك رخيصه. خالي ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ اما رباك الزمان انا اللي بربيك. امشي من قدامي قبل لا يركب هالكورميت عفريت. امشي. سالم يا سالم. خله يمشي، اظنتي حمد ما عرف يربي زين. ابويا هذا كلام كبير، ايش مسوي سالم؟ بس من كثرة مناشيد. تعال بس ساعدني نضمر بكره. تقدم هائل في صناعة السيارات، ولكن هل هذا كل شيء؟ السيارة يجب أن تكون أكثر تمركزاً حول الإنسان، لأن الإنسان هو من يقودها. أزيرا الجديدة كلياً. ما احرو يوزه الهين من عين الحسد، ما احرو يوزه الهين من عين
عين الحسد محروم يوزه الهين من عين الحسد محروم يوزه ترها على سعر الكلب وتروي 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 يوزه الهين من عين الحسد محروم 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 عبيد عبيد يا اخوي عبيد هلاكو حمدان تشوفه؟ أشوفه نعم لحقناه بسم الله سيدي يا خصيص انا بخصيص يا ساعد ربطه يا ساعد ربطه وثق رباطه مو بوقت اللي جالسين تسوونه عبيد بيموت طاح من فوق ظهر الناقه الحق عليه يا سعد الحق عليه عبيد راجع ايش في بعدين نقول مات وعساك تعتبر من موته عبيد مات ترايب وشريف حين كنا نلاحق تعيب اللي فر من قدامنا لحقه يا زعل من هذاك الصوت لحقه لا تخليه ايش فيك مستضيف؟ سوني عن انت بعده بس انا ما سويت شيء خبي هات قهوه ان شاء الله ان شاء الله حشه
ميستي يكون يتعب. حمدان إن ما خاب ظني أي الفارس اللي ندوره من سنين. هذا اللي شاك فيه. وفي حياتي أبد ما شوفه الريال في شقاعته. نبين إنه هو لحق نابه. حي الله في غزلان. الحمد لله رب العالمين. الحمى بدأت تزول بفضل الله. ما خبرتيني يا بنتي كيف حال الهوش؟ الحمد لله رب العالمين. أرسم سيارة تكون اقتصادية جدا بالوقود، رحبة من الداخل وبحجم مدمج، بتصميم ديناميكي وبلمسة فخامة، كل هذا بسيارة واحدة. مستحيل. مرحبا بالمستحيل إلنترا الجديدة كليا. خليته يطش ما ركضتي ما قدرتي تركضي وراه، لكن ما منك من يني اللي اخذتني الفزعة ووردتك وما سمعت كلام ساعد. سامحيني سامحيني يا ناكتي سامحيني. هناك تنسبوك نهايتين يا السبوك. حسب الزعيم حد تعيش عارف ازعل ما بيودره لين يجيب مكتف. زين هين بنمشي الحين؟ مشينا صوب زعل ناقة ما تحمل العطش اكثر من كذي. يا نقعد نحرث هني يروح صوب طويل عيوز طميطمه نورد الناقة بعدين نروح نتبعثره. أنا أقول نمشي ورد الناقة ثم نرجع. شعرك هداية الله. أشوف هذا جاي صوب المتر
مشي غير اني اشوف له طريقه ابعده عني. يلا نوره بغيت شربت مي ما عليك امر. وراك ما تمشي تشرب من الطوي؟ طوي بعيده منين هنا عطشان. بدك اشرب بسرعه وزول عن وجهي. الحمد لله. سمعيني يا نوره، اباك تعاونيني بشيء ان قدرت عليه. ليش تبى؟ اباك تكلمين ام غزلان وتخطبين لغزلان منها. امشي هات خبر الفارس وابوها بيوزك اياها من غير ما تخطبها. اسمع، ان قربت صوبي بخبر عليك حمدان، بخليه يصلخ لك يلدك. زين يا نوره، مصيره حمدان يعرف انك باعتزاز قبيلتك بغازي. يا سالم، سالم خير يا منور؟ ايش مستوي بينك وبين ابوي؟ اشوفكم تفكروا لبعيد. ايش هذي بعد نفكر وما نفكر؟ ايش تقصد؟ لكن خبر خالي ان هذا الشيء ما مستوي، دام انا وراشد اخوي حيين. سالم، انت تخبلت؟ نعم اني ما اعرف ايش اللي قاعد تقوله. والنعم عني مين؟ زين بخبرك، ابوي الشيخ حمد طالع من القبيله، من يكون بداله؟ حنكلنا عنه، اني وانت وابوي. لكن ابوك بس الحين هو في مكانه. اها، الحين فهمتك. يا خسارتك يا سالم، ما كنت اظن ان عقلك صغير. منور لا تعطيني ظهرك. ما بالي اللي اعطي ظهري لاهلي وربعي، وانت ما تبى تكون منهم، تبى تطلع عنهم باللي في كور راسك. اسمع يا سالم، حين كلنا مثل اسنان المشط، ماشي هناك فرق بين كبير وصغير، وخل الكلام في راسك. لكن انا واد الشيخ. قلت لك يا منور لا تعطيني ظهرك. سالم، ايش هذا الكلام اللي سمعته من خالق صالح؟ الله ما بالهم شيخ عندنا. مرفق عليك ما تلبس خنيرك لين يجي ابوك نعلمه بسواتك. يا اخوي راس سالم، في ذاك المطاع في الرفقه. ومرفق عليك ما تطلع من عريشك لين يجي ابوك. غنمت عشت. هاي حمدان وحميد، لقوت عيب ربعته؟ العلم عند الله، بس بندورهم. لكن سبحان الله، كلنا صرفتهم. قلت قلت درب على درب. الهين تصبر على الكلاف والشايد، 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 سهن السحاري من قديم المايد، سهن السحاري من قديم. السلام عليك يا عبيد، الله يغفر لك ويرحمك ويكتبك ربي من المغفورين.